طيب نشوف بقى كلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري. من المؤكد طبعا ان احنا في الاونه الاخيره مصر بتتمتع ببنيه تحتيه متميزه من صالات وقاعات وكل الامور المتعلقه اللوجستيه والفنيه المتعلقه باقامه بطولات عالميه. اثبتنا من خلال هيئات كثيره جدا ان مصر قادره على تنظيم هذه الاحداث او هذه البطولات، والنادي الاهلي مؤسسة تربوية متميزة يملك من قدرات أبنائه ويملك من الإمكانات ما يتيح له أن تكون هذه البطولة القادمة بإذن الله والبطولات القادمة بإذن الله في أعلى مستويات التنظيم، فإحنا كلنا ثقة في هذا التنظيم. إحنا بنتوجه بالشكر للكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة لتيسير كل الأمور المتعلقة بهذا الحدث. وفي الحقيقة احنا استضافتنا لهذه البطولات في مجال كرة اليد بتمثل إضافة كبيرة جدا، باعتبار ان انا اعتقد ان كرة اليد بتمثل لعبة شعبية تانية بعد كرة القدم، فدي يعني بتوسع من قاعدة المشاهدين، بتزيد من المهتمين باللعبة، بتحسن من مستوى الأداء، خاصة ان احنا الفرق المشاركة هتبقى قوية، بنسمح من خلال البطولة بلاعبين أجانب في المشاركة، ده بيخلي الاحتكاك لفرق المنتخبات بتاعتنا او على مستوى، باعتبار ان الانديه اللي موجوده هي قوام المنتخب المصري فعلا، من الاهلي ومن الزمالك ومن الانديه الاخرى. طبعا احنا كل دي توجهات احنا بنستفيد بيها كاتحاد كره يد في الارتفاع بالمستوى الفني، واحنا طبعا من خلال هذا التنظيم اللي بيكلف النادي الاهلي مشقة اداء وعناء وتنظيم، احنا مع النادي الاهلي في يعني في 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 نفس الاتجاه، بنتعاون الى اقصى ما يمكن بيننا كممثلين لمصر، وباذن الله بنتوقع ان البطولة تكون من انجح البطولات اللي هتتعمل او اتعملت باذن الله. في الحقيقة هي يعني مصر بالنسبة للقارة الإفريقية هي أيقونة القارة لا شك، احنا في مجال كرة اليد نتسيد القارة الإفريقية، لنا مكانتنا على المستوى القاري والمستوى العالمي بما حققناه من البطولات الإفريقية في جميع المراحل السنية. من المؤكد ان احنا مصر لها البادره في انها تحتفل مع الاتحاد الافريقي باليوبيل، مصر دايما عطاءه، ادائنا وبيخلينا دايما في مقدمه الدول اللي بيبقوا الاتحاد الافريقي بيبقى سعيد جدا واحنا سعداء معاه ان احنا ننظم البطوله داخل مصر. كابتن محمود الخطيب اولا على كافه المستويات هو قيمه فنية، قيمة إنسانية، قيمة إدارية، قيمة لا خلاف ما يتمتع به من خلق وما يتمتع به من قيادة إدارية وما يتمتع به من حب وإخلاص للنادي الأهلي والمصر. فيعني أعتقد مش أنا اللي بقولها، هو قدوة لكل شبابنا. فطبعا إحنا بنعتز بالقامات والقيادات اللي بتكون زي كابتن محمود الخطيب اللي لا يختلف عليه اثنين مطلقا بانه عطاؤه بلا حدود وحبه لمصر بلا حدود، واحنا سعداء جدا جدا كاتحاد مشارك مع النادي الاهلي في ان احنا ننظم هذه البطوله، وانا على يقين ان هو عامل مساعد واساسي في الارتقاء مش بالكرة اليد، لا هي الاهلي كمؤسسه تربويه زي ما قلت قبل كده هي مع كل الالعاب وكل الانشطه، احنا بنتابع وبنشوف قد ايه التقدم الملموس في كل الرياضات. فطبعا بنتمنى التوفيق للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الموقر، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وجميع انديه مصر في تقديمها كل شيء جميل لبلدنا الحلوه مصر. الله يخليك. شفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب وترحيبه بالضيوف ويعني توضيح حرص النادي الاهلي على استضافة البطولة وليه في اليوبيل الذهبي، شفنا لقاءات
ما بعد الكلمة سواء مع رئيس الاتحاد الإفريقي أو مع رئيس الاتحاد المصري أستاذ محمد الأمين. لكن عايز أتوقف يا جماعة، لأن الكلام كل واحد على قيمة مصر ومكانة مصر في كرة اليد والإمكانيات التي تملكها مصر ويملكها النادي الأهلي وقدرته التنظيمية. عندما يكون الشخص قدوة مش في بلده ولكن خارج بلده، هو سفيرا فوق العادة وبيسهل أمور كتيرة جدا وبيخليه يعني قبلة الأحداث الرياضية. الأستاذ محمد الأمين وضح مكانة الكابتن محمود الخطيب كقدوة، مش مسألة أنه في النادي الأهلي، والنادي الأهلي كمؤسسة ومكانتها الإفريقية ترعى كل الألعاب، ومن ثم يبقى منطقي جدا لما مصر اللي استضافت بطولة العالم النادي الأهلي يطلب هذا الحدث ليحتفل باليوبيل الذهبي للاتحاد المصري، منطقي جدا أن يقولنا الجواب طبعا وإحنا وراك. ده كلام مهم جدا.